انطلقت اليوم بنواكشوط أعمال يوم تحسيسي حول إطلاق مسار تشغيل البث الرقمي الأرضي الذي تنظمه شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني. يهدف هذا اليوم التحسيسي إلى ضمان موائمة الفضاء السمعي البصري الوطني مع المعايير الجديدة الضابطة لتطوير تقنية الإعلام والاتصال. مواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، نظمت شركة البث الإذاعي والتلفزي اليوم التحسيسي الممهد لإطلاق مسار تشغيل البث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بدءا بإعداد الإطار القانوني وصولا لتشغيل المحطة. وتعد هذه الآلية الجديدة تقنية تسمح باستقبال التلفزة الأرضية عبر البث الرقمي، وهو أحد الخيارات الرامية إلى تكريس سيادة الدولة في هذا المجال. لقد مثلت تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ غزواني أساسا صلبا في هذا السياق، حيث ما فتئ يحث على استغلال واستثمار كل الأدوات التكنولوجية في معركتي الحرية والتنمية. وإن تغريدته الأخيرة بمناسبة اليوم العالمي للابتكار خير برهان على نظرته تلك، إذ قال فيها إن طموحنا هو جعل الابتكار القوة الدافعة للتنمية الرقمية ومقاولة الشباب والنساء، وإننا نؤكد التزامنا بتنفيذ إطار قانوني يستجيب لمتطلبات تقية الشركات الناشئة في موريتانيا ويحفز الإبداع والابتكار في استخدام وتطوير التقنيات الجديدة. وفي هذا الإطار وتجسيدا لهذه الرؤية، عملت حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود جاهدة من أجل سياسة تنموية تحقق جملة من الأهداف، من أهمها ضمان موائمة الفضاء السمعي البصري الوطني مع المعايير الجديدة الضابطة لتطوير تقنية الإعلام والاتصال، وذلك انسجاما مع مقتضيات اتفاقية جنيف التي تلزم الدول الموقعة عليها بضرورة التحول نحو نظام البث التلفزيوني الرقمي الأرضي. ستمكن هذه التقنية الجديدة وفق المشرفين عليها من إضفاء عدة مميزات على البث التلفزي من حيث جودة الصورة وتعدد القنوات. عملت شركة البث الإذاعي والتلفزي على تنفيذ برامج توسيع وإعادة تأهيل شبكة البث الأرضي على امتداد التراب الوطني وزيادة التغطية عبر الأقمار الاصطناعية. قد صارعت هذه الجهود خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت تغطية البث الإذاعي لتشمل كافة المقاطعات والمراكز الإدارية والمحاور الطرقية الكبرى، كما تم اقتناء محطة رقمية للبث الفضائي وملحقاتها تلبي حاجة البلاد المستقبلية من حيث الجودة الفنية للصوت والصورة وعدد القنوات التلفزية والإذاعية الفضائية والأرضية. وستمكن المحطة الجديدة والتي هي قيد التجريب الآن في الوقت الحالي من بث 30 قناة تلفزيونية و2 قناة إذاعية رقمية، 22 قناة إذاعية رقمية، وهي مزودة بجميع وسائل التحكم والمراقبة. سيسهم مسار البث الأرضي الرقمي في خلق مناخ ملائم لتطوير القطاع السمعي البصري. أهمية هذا التحول على أنه نعود كنا نبثوا تلفزة واحدة وجهاز إرسال واحد، لكن ظهر جهاز إرسال واحد بما يزيد على 20 تلفزة في نفس الوقت. هذا التحول فيه فائدة على أن الصورة تكون أحسن من التماثلي، أفضل الصورة من في الرقمي من هي في التماثلي. أعتقد أنه مهم، كذلك يسمح للموريتانيين تقريبا الذين كانوا من قبل يعني يحول بينهم مع مشاهدة المباريات والأمور التي تكون مكلفة جدا، يمكنهم مشاهدتها بتكلفة أقل على البث الأرضي الرقمي. اليوم التحسيسي الممهد لإطلاق مسار تشغيل البث التلفزيوني الأرضي الرقمي تميز بعدة عروض فنية تناول من خلالها الفنيون المشرفون على هذا المسار مواضيع مختلفة، من بينها الترددات الرقمية وكيفية الانتقال من البث التماثلي الأرضي إلى البث الأرضي الرقمي، وذلك من أجل بلورة المراحل المتبقية من هذا المسار الذي انتظرته بلادنا منذ سنوات.